ولسه الافراح مستمره ولسه الشعب المصري فرحان. طبعا يعني احنا مقدرين وعارفين ان الشعب المصري هتلاقيه بيجوب كل شوارع مصر دلوقتي احتفالا بصعود المنتخب المصري لدور الثمانية لملقات منتخب المغرب يوم الاحد ان شاء الله، ومن بعده ان شاء الله لقبل النهائي، ومن بعده للنهائي. احنا معنا لقاء مع واحد من المصريين، واحد من اللي قدروا ياخدوا تيشيرت الكابتن محمد الشناوي. برحب بيك وبقول لك شعورك ايه؟ انت خدت تيشيرت كابتن الشناوي، خدته منه ازاي؟ وزي ما انتم شايفين الشعب المصري والشعوب الافريقيه كلها فيها تالف. شفت ازاي التالف اللي ما بين الشعوب الافريقيه، وكان في عدد من الشعوب الافريقيه بتشجعنا في المدرجات النهارده. ان شاء الله ربنا يوفقك وشكرا يا كابتن. شكرا شكرا كابتن. تقول ايه النهارده بعد الفوز؟ شكرا يا كابتن. طبعا الافراح مستمره وهنا الجمهور المصري بدا يغادر في الاستاد. تقول ايه النهارده بعد الفوز؟ احنا جريده الوطن وده لايف. تقول ايه بعد الفوز النهارده؟ احنا جريده الوطن ده لايف ان شاء الله. تقول ايه يا كابتن؟ كنت متوقع الفوز النهارده؟ بس الحمد لله، الحمد لله، احنا بنحمد ربنا وان شاء الله ان شاء الله ماتش المغرب يكون بتاعنا برضو. تقول ايه يا كابتن النهارده بعد الفوز؟ احنا جريده الوطن وده لايف. كنت متوتر شويه خلال دقائق المباراه؟ بنشكرك يا كابتن وان شاء الله الفوز لمصر ان شاء الله يوم الاحد مع المغرب. طبعا هنا يعني اجواء حماسيه كبيره بين جماهير الشعب المصري وعدد من جماهير الافارقه اللي بيشجعوا مصر، وهنا التنظيم الصراحه كان جيد جدا والدنيا كانت كويسه جدا.